رئيس أنطوان شخطورة الدكواني، عم نعم بيصير في إنجازات، في عمل إنمائي بالرغم من كل الكلام يلي كنا عم نقوله، صعوبة عمل البلديات، في رقابة مسبقة على كل شيء، ما عم بيحررون تيقدروا ينجزوا، عم نشوف إنه في نوع من إرهاق. كيف عم تقدر تقوم باللي عم تعمله بالوقت يلي بفريق عمل صغير عم تقدر تدير منطقة شبه مدينة وصار في إنجازات إنمائية؟ يا ريت تحكينا عنها. أول شيء بدي أتشكر معالي الوزير، أول شيء عميدي وأستاذي طول عمرك بجامعة الحكمة، أستاذ الكل حبيبي. وبالتحديد كان علمني مادة قانون الإيجارات، وبعدها كنا عم نتسير بالموضوع. موضوع البلديات اللي حكي فيه والسلطة المركزية مظبوط اللي ثبتت فشلها، وقدم هالقانون عم بثبت على الأرض الواقع إنه هالفشل الذريع. إنما مثل ما تفضل معالي الوزير انه في رؤساء بلديات مثل الموجودين اقدموا وقريوا قانون البلديات مثل ما لازم، يعني الماده 74 من قانون البلديات اللي هي صلاحيه رئيس السلطه التنفيذيه، اذا بتقراها هلا وكلنا بنعرفها بتلاقي مدى صلاحيه رئيس البلديه، يعني وهو فعلا رئيس جمهوريه بتسميه اما رئيس حكومه، حتى سلطه تشريعيه وتقريريه وتنفيذيه ومجموعه حكومه، ما هي سميت اول ما بلشت بمقدمه الحكومة المحلية. الحكومه المحليه صحيح. يعني وزاره الصحه موجود اسم الصحه فيها، وزاره التربيه كمان بشيء بتعلم بالمدارس الرسميه، يعني شو بدك من وزارات فيك تدمجها وتحطها بموضوع البلديات. من 2010 لتاريخ اليوم نحن ب 2017 وتبين انه الشلل يلي صار بالحكومات المركزيه وبالسلطه كلها بقيت فقط البلديات عم تشتغل، أكيد. من هيك المناطق قدرت تستمر في فتره من الفترات، بالتحديد موضوع النفايات نعم. رح حدد مطرح معين، موضوع الامن بخصوص النازحين السوريين، الدوله اللبنانيه ووزاره الداخليه تحديدا اتكلت بموضوع النفايات والامن حتى قياده الجيش على البلديات، كنا نعمل مداهمات او تفتيش بنسميها تفتيش مع جيش لبنان وجميع الاجهزه، موضوع النفايات مين قادر يشيل النفايات من الارض غير البلديه. فاعطيك مثل الديكواني، تموز 2015 انا صار في اشكال مع رحمه الله الانطونيه، بس انا فت على الدومين بيبليك لان في شيء سيء وفي اسوء، الاسوء انك تخلي النفايات على الارض، والسيء انك تشيلهم وتحطهم ما تتمرن بس تحطهم تكبهم بطريقه شوي الى حد ما بيئيه. انا اللي بدي اقوله كرئيس بلديه قادر يقرا القانون، قادر يقدم خطه واثنين وثلاثه واربعه، ان كان بمبادرات خاصه وان كان بقوانين يقدر حتى مش يتخطيها، مش عم نحكي بالتخطي على القانون، بس يقرا مضبوط القانون ويفعل القانون. ويستعمل صلاحياته بالنتيجه. صلاحيتي سكرت انا خمس قهوه قمار، فتنا على محل انا اخذت قرار بالشمع الاحمر، قامت القيامه الاعلام كله انه كيف بتسكر بالشمع الاحمر دون مراجعه النيابه العامه. انا هون في طيب وين في سلطتك؟ هلا هون انا هون سلطتي ما زلت دخلت أنا فيها. انا هون سلطتي، انا بعتبر حالي انه شغلت انا الراي العام اللبناني بهيدا الموضوع. ليه؟ بقول لك ليه؟ في جرم مشهود بالموضوع. نعم. في جرم مشهود بالموضوع، ما فيك انت ما تضطر الا ما تسكر. وهيك صار وسكرنا، قامت القيامه وما عادت. ارجع ليه ما رجع انفتح؟ انفتح لسبب ما، رجع تسكر بوزارة السياحة على الشرطة السياحية، يعني الجرم المشهود انت ضابط عدلية بالنهاية، حتى كمان في احد المواد قانون البلديات بتقلك اذا في جريمة قتل وصل بعد ما وصل المدعي العام لك حق انت تبلش بالتحقيقات الاولية كبوليس يعني بلدي. نعم كبوليس بلدي وكرئيس بلدية كضابط عدلية رئيس بلدية انا عم بحكي، يعني موضوع قانون البلدية تقراه مظبوط بتلاقي جميع السلطة متوفرة، إنما عم بنطوا على رئيس البلدية والمجلس البلدي اللي هو القرار التنفيذي لإله ورأي الأول لإله. رح أعطيك مثل موضوع تراخيص. كيف أخذت قرارك؟ يعني أنت قررت أنت والمجلس البلدي أخذت قرار تنزل تسكر، بعت البوليس البلدي؟ لا أنا كنت موجود وشفت اللي ما بينشاف، أخذت قراري من دون ما تراجع حدا؟ من دون ما راجع حدا. صار في ما صار في اتصالات معك؟ لا 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 صار في مراجعات اتصالات تهديدات من اصحاب المؤسسات هيدي؟ لا مش من اصحاب المؤسسات، من نصف الدوله اللبنانيه اذا بدك. وما تراجعت؟ لا ما تراجعت ابدا، اخر شيء عملوا تسويه معي، تسويه انه في 13 دعوه من جمعيه حقوق الانسان ما بقدر انت تزيح من الدرب، لقيت حالي طلعت لقيت ربحان على كل الميلات الحمد لله،
حتى تحقق معي من قبل وزير الداخليه مروان شربل، من قبل المحافظ، يعني كل شيء سلك دربه القانوني انا اللي تخطوا القانون من شرطه مع الـ مع الـ اصحاب مع هالمؤسسات. لا مش اصحاب المؤسسات، مع الشخص اللي اتاخذ على اخفار الشرطه ببلديه الديكواني حتى اخذوا اقصى العقوبات، يعني كل شيء انعمل وفقا للقانون. حتى في دعوه علي هلا ب 10 10، بس احنا مسافرين نحن والرؤساء، استجواب، وانا متمنى ومبسوط ورايح اني يستجوبوني بهالموضوع كشاهد طبيعي تا احكي، واذا بدي احكي مشكله، اذا بدي احكي مشكله. يعني انا بدي اسال للرئيس، بتحب اقول لك مين كان في جوا؟ بتحب اقول لك مين تلف لي هددني؟ بس يكفي يكفي. تنحكي هلا على الموضوع الاني اللي راح يصير، لان في كمان ديكوين على طول، في انماء، في سقافه، بس في خضات فيها. خضات لمصلحه الجميع. انا من الشخص الجريء اللي بقول شو عنا بالديكوينه من اشياء عاطله، وعنا اشياء عاطله، مش هيك نحن لازم نقول لانه دائما بيسموا الديكوينه، يعني بيطلع فيه الفيديو مثل ما مسيء طلع للاداب فيه الفيديو والاخلاق بالاذن من الاعلام، بالاذن من الاعلام السريع، طلع فيه الفيديو حطوه على كل الفيسبوك، استقصيت حول الموضوع انا والمخابرات والاجهزه كلها، وشفنا انه ما انه بالديكوينه، قاعد بمنطقه مجاوره للديكوينه، لا بده كل شيء ديكوينه، لا انا بدي احافظ على منطقتي. حتى رح اقول لك اكثر من هيك، انا فوت على كل محل اللي كاتب على كارد فيزيت تبعوله، اما البزنس كارد تبعوله انه هو بسن الفيل، اما جديده، اما الفنار، لا بشو احلى منها، مع احترامي لهم، لا بده يقول الديكوانه، هو انذرهم، بتشك عليهم شكاوى جزائيه ومحقه، ياخذوا خدمات منها وبحطوا لك على كارد تبعولهم سن الفيل، مع احترامي للرئيس نبيل كحالي واهالي سن الفيل، لا مش عاجبه الديكوانه يفل. شوفوا منطقه الديكوانه من رومبوان صالومه لحد الفري واي، لورا الفري واي، شوفوا ملا بزنس سنتر صار وبده يصير اكثر. عدوا بعد هالولايه الثانيه لل 2022 ديكواني من ورا كاسه تل الزعتر بتكون خاصه 90% من بنى تحتيه، من اللي بدك كان الله راد، اللهم سلسله الرتب والرواتب. كيف بتفسر انه كان عنده بعد هذا الطابع الشعبي اذا بدك؟ مزبوط. شو يلي كان يخلي هالمنطقه هيدي تعاني؟ موضوع تل الزعتر اللي هي نحن بنفتخر باللي صار عنا، لان انه هيدا كان انقضاض على لبنان وكانت نهايه الكيان اللبناني. نحن سقط تل الزعتر ب 12 ايه ب 76، فاتت 20 سنه، في محامين عمرهم هلا 67، انا عمري 48، يعني في فاتت 19 20 سنه ما حدا تعلم منه. بلش انه يجي الغريب، النزوح، النزوح، اللجوء، سوري، النزوح من منطقه الى منطقه، صار في اكتظاظ سكان كثير كبير وكلهم غرباء. يعني انا في 105,000، اوكي، في 1005 ناخب مقيم 1%، بقى ما تبقى مش من اهل الديكوانه، بس صاروا اهلنا. طيب ما هي كثره الاختلاط من منطقه لاخرى لاخرى بده يصير في مشاكل. والديكوانه سانتر، يعني بتروح على الاشرفيه بتتعاطى معهم كلهم للسكان والمقيمين. انا بتحدى اهل الديكوانه 100%. من الغباء لا تغزون على الكلمه ان اتعاطى مع 1500 ناخب، وهوديك 90%. تقول لك ليه؟ لان التيار او الراي العام هو بيرفعك اذا بدك تحكي سياسه تلف المعركه. بس رح احكي هون شغله، موضوع بوكر ماشين اللي هو، اما الفيديو بوكر اللي هو موضوع مهم، تين نحن اليه في مشكله كبيره يمكن تصير من وراء، ان كان بمنطقه الديكوان ايجابيه، مش ايجابيه يعني. انا بحكي بتسكيرهم انه هكذا دولاك رح تكون، بس هيدي مش ضربه للسياحه. اي سياحه بكل دول العالم؟ اي سياحه في بس ما في مخدرات، ما في تسهيل دعاره، ما في تحت السن بفوت، ما في بوج دار العباده، ما في بوج المعاهد السياحيه والفنيه، ولو ما المعهد الفني المديريه العامه، ما كلهم طلع لاس فيغاس عندنا بالديكوانة، ما بصير، ما رح اقبل فيهم. ولو اذا ما قدرت سكرتهم رح مد الايد لهم، بس بطريقتي مش بطريقتهم. انا صار لي من 2011 عم بحارب انا وياهم، وكل شيء اسمه فساد. ما فيك توقف الفساد، بس فيك تلجمه، وعليك تلزمك اخلاقياتك وواجباتك الانسانيه والقانونيه انك تعمل هالشيء. هون بيهمني بدون ضوابط كمان، يعني هيدي يعني فهمت، بتشجع السياحه وبتجيب ناس وكل شيء، بس مش بدون ضوابط، بس عم تخرب ناس كمان، ومخالفه للانتظام العام ومخالفه للاداب العام. لا، مخالفه للانتظام العام، يعني عندك شرطين، قرب دور العباده و100 متر ضمن المعاهد. هون هيدا اول شغله، انك تسحب الرخصه ودون الرجوع الى اي
دائرة قضائية. طيب هودي ما عندهم مردود للبلدية؟ ما في إيرادات؟ أكثر شيء فيك تكلف المكنة الوحدة مكنة الفيديو بوكر 200,000 ليرة. أوكي وين؟ ما بدي مصاري، ما بدي مصاري. عم ننزع جيل بأمه وأبوه كرمال المصاري. ما بدي مصاري، في 100 شغلة بنقدر نجيب، في كتير بكرة بيستثمروا مستثمرين، في كتير رخص، ماشي الحال، الله بيدبر. طيب ما زال حكينا عن الشباب ودورهم للمستقبل، حضرتك كمان عم تترأس التجمع الشباب الثقافي. نعم. وفي عنده كتير نشاطات، خبرنا شوية عن الشباب وتفاعلهم معك ومع البلدية. أول شيء اسم على مسمى التجمع الشبابي الثقافي، عندنا رئيس بلدية. نعم. مقيد إلى حد ما، مع أنه أنا إجمالا بطلع يعني بفز فوق الخط الأحمر للمصلحة العامة، أما توصل قرار سياسي. لأن غلط وقت يقولوا رئيس البلدية هو رجل إنماء فقط، هو رجل سياسي ورجل إنماء على حد سواء. التجمع الشبابي الثقافي صار ينتسب له حوالي 750 شخص من الديكوانة وغير الديكوانة. صرنا عاملين عدة نشاطات، واحدة بزحلة، نادي الزحلة، ثانية بنادي الصحافة حول قانون الانتخاب. عنده الوعي السياسي، هيدا اللي في في وعي سياسي، بتحسن في اندفاع. اخر ندوه عملنا في عنده حركه حقيقيه حول قانون الانتخاب، جمعنا الكتاب قوات التيار المرضى اللي ما حدا بيقدر يجمعهم. بس هنا بدول شغله، المحاسبه منا موجوده على الطبقه السياسيه، المحاسبه موجوده على رؤساء البلديات وما دون. لماذا؟ مع انه نحن الحل الوحيد بلبنان. هلا اذا سلسله الرتب والرواتب افلست البلديات، لان ما في، بدك تحط ضرائب على شو؟ كيف بدك تزيد الضرائب؟ بده يكون في سبب معين. اذا انا كان عندي، اذا لك حق، اذا عندي 30 مليون انا بالشهر معاشات غير مرديات وغيره، صاروا 500 او 600 مليون، ما في ايرادات، انا كيف بدي كفي؟ مطلوب محاسبه الطبقه السياسيه بكافه فئتها من راس الهرم ونزول. اللي من سنه 43 لليوم مين تحاسب من الطبقة السياسية؟ بلا ما نروح على رؤساء الجمهوريات، رح نروح على رؤساء حكومات، أما وزراء أما نواب. بالوصاية السورية أحد النواب تحاسب، ووزير معين تحاسب لي سبب سياسي، واثنيناتهم لأسباب خلافات سياسية. وين حصانة على رئيس البلدية؟ حصانة على رئيس البلدية فتت الدوام، مظبوط أم لا؟ إذا أنا غلطان حدا يقول لي. صحيح. إنما أنا رئيس البلدية اللي بضل سهران على الأمن، بصير معه أشكال بالليل، وين حصانته؟ كيف بده يكون محصن هو من أي شيء صار معه؟ بالأطول الشرطة بحاكموا له الشرطة. 100% بوقفون رغم إنه هن ضابطة حزمية. قادرين تضبطوا الأمن شخصياً؟ الأمن بالحزمية ممتاز جداً، وبصورة خاصة بالليل. احنا ركبنا شبكة كاميرات على معظم الشوارع الرئيسية، وهلأ عم نستكملها لتصير الحزمية تقريبا بنسبة 85% مراقبة مثل لندن، من خلال غرفة كاميرات شغالة 24/24، بتسهل عمل جهاز الشرطة وجهاز الحراس، خاصة جهاز الحراس بالليل. يعني الكاميرات المراقبة بتفيد كتير وبتعطي نتائج، وبتكون مستند عندك لأي شيء ممكن يصير، وكمان يمكن ما تقدر تضبطه، ممكن بتردع الناس يعني، وبتردع كتير الأشخاص اللي بيحبوا يقوموا نوع من الوقاية. فالأمن نحن بالنهار عندنا مثل ما قلت لك عبور كثيف، بس الأمن جيد، إنما بالليل مضبوط بشكل جيد جدا. أهم شيء الليل. البلدية تتضمن عدة فئات، الصحة مثل ما قلت، الفكر الثقافي، الأمن اللي بدك اياه موجود. مثلا نحن بالديكوانه عاملين المكتب الاجتماعي الذي يؤمن الخدمات الاجتماعيه. مثلا بفوت عند رئيس البلديه 100 شخص، طيب ما بيقدر يلحق عليهم، وانا من الاشخاص بابي مفتوح، يعني بفوتوا 30 30 20 20 قد ما بساع المكتب، ولو انه المكتب قد ربع هيدي هون كثير صغير، بانتظار انه ينتهي القصر البلدي اما دار البلديه. المكتب الصحي، الخدمات الصحيه، يعني في صبية بتروح، كل مواطن بالديكوانة عنده حالة صحية معينة، بنشوف الفايل تبعوله، شو الخدمات اللي بنقدر نأمن له إياها كبلدية، إن كان مساعدة نفسية، وقف واحد تحده، إن كان ماديا أما معنويا أما غير شيء. عندك الأمبيلانس، عندنا 2 أمبيلانس
واحد بيأمن غسيل الكلى، كل هودي البلديات أكيد عندك المكتب العام، مركز السعافة للغات والفنون، مكتب العام. أنا كنت متصور إنه ما كان حدا يجي عليها، كل يوم عندك بين 50 و60 شخص، هذا أمر شيء فاجأني جدا، إيجابي جدا. إيفن عم نقول إنه السوشيال ميديا ما بقى في قراءة، إيه لا في قراءة، في الحنين للكتاب، ما بعرف عم شوف في حنين للكتاب رجع الناس الورق من العام 35 وطلوع، يعني في عم بيجوا وخاصة إنه مكتبتي في 15,000 كتاب وبعد عندي 45,000. والمعهد قد ايه في بتحس انه بعده مثل ايام زمان؟ يعني بتحس انه بعد الثقافه بعدهم الناس بيهتموا بالموضوع الاكاديمي والفني والتقني؟ هلا في فتره ما لقيت بالتسعينات والثمانينات اكيد لا، بس هلا جيل جديد اكيد ثقافته مهتم كثير عاليه، كثير عاليه. رح اخذ ابني ومثلا قرايبنا تلاقي ثقافه كثير عاليه. هيدي برأيي بترجع للمدرسة وبترجع للأستاذ، لأن حسب ما الأستاذ مثل الأستاذة كيف كان يوصل لك هالمادة والمعلومة المادة فيها تكون خاصة بالجامعة قاسية، قانون مادة ماتير قاسية، كيف بيوصل لك إياها بكل تجرب بكل محبة يوصل لك إياها تكون مرتاحة بطريقة بخبرية. ما هون الواحد بده يشوف كيف بده يعني ياخذ الشغلة. ما عندك ولد غبي لا سمح الله، اما ولد ذكي كلهم شاطرين، بس بدك تشوف كمان الاستاذ كيف بده يوجهه كيف عم بوصل له الفكره. بس بدول كلمه انه البلديات هي الحل الوحيد بلبنان، ولا اللامركزيه الاداريه هي الوحيد بلبنان. اذا ما طبقوا اللامركزيه الاداريه ما في حل بلبنان. صحيح. ان شاء الله. بيهمني اعرف قديه عم بيتوجهوا الى التعليم المهني والتقني بالوقت يلي الدكوانه هي معنيه بهيدا الموضوع، أول بالوقت شيء يلي في اداره المديريه العامه موجوده عندكم بالدكوانه. انا بوجه له تحيه للاستاذ احمد دياب، في عنا 7 مدراء كمان يعني كثير كلهم بوجههم تحيه. ما تتصور عدد التلاميذ الموجود تحت، لان الاهل اول شيء كانوا يقولوا محامي ومهندس والى اخره. طيب اللي مش قادر يعمل محامي لان ما بيعرف لغه عربيه، انا مش من ابوه ما بحب بده يعمل تكنيك، شيء تكنيك اوكي. طيب ليه ما بيروح؟ عم بيروح على المدرسه، بس للاسف هودي العاب الفيديو البوكر عم بيخسرنا كثير شباب، عم بيضيعونا وقتهم اكيد، عم بيروحوا على مطارح مش مزبوطه. مشان هيك خلص صار وقت يتسكروا وقف، لو بده يصير شو ما يصير نحن وياه هون. ساعات المحافظ على درايه بالموضوع، ساعات الامام كمان وزير الداخليه على درايه بالموضوع. انا ما راح خلي هالمواضيع مفتوحه. عندنا 11 محل بده يتسكروا انشئوا امامه ماشي بالحمله ومستمر فيها بقوه القانون. الله مثل ما قال الرئيس اكيد، والبلديه عندها القانون وعندها حتى الاعلام الاجتماعيه كمان. نحن ادرى انا اصحاب الشان، انا اصحاب اهالي الديكوانه من بأهل من الاعلى السلطه فوق. رئيس انطوان، طلعت على منطقه جرود وتابعت وواكبت الجيش اللبناني، أكيد. شو يلي خليك تطلع كرئيس بلديه وتطلع تقعد معهم؟ اول شيء سبت مسؤول السؤال 1000 مره، انا بتعجب من السؤال. انا اسمي انطوان، انطوان شختوره، سجل 70 ديكواني لبناني، اصل بي لبناني وجدي لبناني، منا من اصل تركي، يكفي هيدا الجواب. احنا مواطنين لبنانيين، هيدي المواطنية بحد ذاتها، هذا الانتماء لبلدك. رئيس بلدية طالع على عند رئيس بلدية القاع وراسب على الباك، ليه؟ ما الجيش اللبناني، ليه؟ لأن بدهم كلهم معنويات. إذا مش من أنطوان شختورة، من معالي الوزير، من الرئيس، من كل مواطن لبناني، مسلم، مسيحي، درزي، من كل المواطنين. وهذا اللي كان طالبه الجيش اللبناني، ما كان طالب لا مي ولا تمر ولا تين ولا أكل، ما كانوا طالبين شيء إلا دعم. بس بدي أقول شغلة هون، شغلة ثانية كثير مهمة، سياحة الديكواني. هون بعض السياسيين اللي وقفوا لنا الماء، سياحة الديكواني للأسف راحت، مع أنه لزمت والاستملاكات المصاري موجودين، لسبب سياسي صغير لكم أصوات معينة ألغوا هيدا المشروع. صرنا عم نعمل مشروع بدل ما يكون نحل أزمة الديكواني اللي هي بتطال ساحل المتن كله، بسكر لك ساحل المتن والاشرفيه وبعبده والمتن. للاسف عم بيشتغل هلا بشيء انا بمقدرات شخصيه، هي اولا ان شاء الله بيقدروا يحلوها. عم ينحكى بموضوع الغاء كوشار وغيره. اثنين، في جامعتين كبار بالديكواني، طيب عم بيروحوا على القضاء عم بيعمروا وعم بيقولوا انه هن لا يتوخون الربح. بالقانون بيقول لك لا يتوخون الربح اذا كان لك 100 سنه انه هن تابعين. هلا في قانون
بده ينطرح وبده يقر هو اعفاء الطائفه المسيحيه من الرسوم. طبعا كثير منيح من دار العباده، بس مش من ما يتفرع عنا من جماعات ومؤسسات وغيرها. نحن كيف عندنا جامعه يمكن مساحتها مساحه ارضها 50,000 متر ومساحه البناء 30,000 متر وغيرها 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 وغيرها. طب هودي تكاليفهم حوالي 1.5 مليار اثنيناتهم، اوكي، ورسومهم حوالي 1 مليار عم بيعملوا. طب هودي كيف جامعات دينيه؟ هل قلت لك عن جامعات دينيه؟ طب كيف هالمصاري؟ ما بدهم مصاري. اما نحن القطاع الخاص مش تابعين الدين ولا الاكليروس ولا حدا، بندفع ضرائب. هلا بقول الرئيس هون ليه بده يعفو الجامعات؟ عم بينحكى هذا النائب انحط وانطرح على الطاوله، اوكي، راح ينطرح الموضوع. انا بحط هذا الموضوع برسم سعاده النواب ومجلس النواب انه هذا ظلم. هلا يمكن عم بيعملوا اسوه بال اخواننا الطائفه الاسلاميه، بس كمان في اشحاف يكون لازم يكونوا مثل بعض اكيد، بس في اشحاف بحقنا بحق البلديات. اذا من هون شلونا من هون شلونا كيف بدكم تستمر؟